صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردن وعلى تلفزيون نورسات وتيلي لومير. صباح الخير من عمان من استوديو نورسات في الأردن. بنصبح عليكم أنا والأب جورج شرايحة. اشتقنا لك يا أبونا. الله يخليك. فترة يعني غايب عنا. الله يخليك. صباحكم نور. هدول النتائج التوجيهي وفرحة التخرج، يعني صدفنا اللي تخرجوا واللي تفوقوا، فكان جزء هيك من مباركة لنا لهم، وأيضا كمان فرحتنا فيهم أنه نستضيفهم ببرنامجنا صباحكم نور، فعشان هيك يعني غبت عنا. صحيح 100%. منحييكم أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردن، ولكل الأشخاص الموجودين على الصفحة وعم بيصبحوا علينا وبعتوا لنا بالبركات الصباحية. منصبح عليكم اليوم بنهار جديد، يوم الثلاثاء اللي هو في هذا الشهر شهر أيلول، ومظبوط أنه في بداية نهاية الصيف وبداية فصل الخريف، لكن بيحمل كمان أعياد مباركة وأعياد عيد ميلاد العذراء، في عنا كمان عيد الصليب بهذا الشهر، فاحتفالاتنا مستمرة بهذا الشهر، وإن شاء الله سننقلها مباشرة على صفحتنا وأيضا على النورسات. وفي عيد ميلاد باسمة السمعان معدة ومقدمة هذا البرنامج، ننتهز الفرصة ونفاجئ الناس ونقول كل عام وانت بخير ستي. وانت بخير يا أبونا. شكرا لك. سنين كثير من العطاء والعمل المتميز في مع النورسات مع فريق العمل معك كل الشباب، يعطيك ألف عافية. يعني شو بدي أحلى من هيك أنه عيد ميلادي وأصبح على مشاهدينا ومتابعينا على صفحة نورسات. نيالهم. يعني نورسات على فكرة يا أبونا جابت لي هيك تغيير ونوع من قدرنا نعمل ونوصل خدمتنا نحن كمؤمنين لخدمة ربنا وكلمة الله وخدمة أمين. الكنيسة والمؤمنين. فبصراحة كمان كتير لما اليوم الصبح تفاجأت بالكم الهائل من المسيجات اللي بتصبح علينا وبتعايدني، فقلت إنه محبة الناس هي الرصيد الإنسان بكل عمل بيقوم فيه. فحتى أنا كتبت هيك جملة إنه التقدم بالعمر شو يعني، كيف بيميز الإنسان التقدم بالعمر؟ هل هو بالرقم؟ هل هو بعدد الإنجازات؟ أو هل هو بعدد النجاحات؟ هو ما يمتلك أو شو في عنده؟ حسيت إنه التقدم بالعمر هو التقدم في الأخلاق العالية الرقي، الإنسان يكون في المستوى اللي ربنا خلقه فيه، المستوى العالي اللي إنه في نهاية عمره يقدر يقابل ربه وهو مرتاح يعني ومبسوط. فبقول إنه هذا هو التقدم بالعمر. الله يعطي الجميع الأعمار طبعا السعيدة والفرح الدائم والسعادة، وأيضا كل الأشخاص اللي بيحتفلوا بشهر أيلول يعني بأعيادهم أعياد ميلادهم، بنقول لهم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله يا رب، سنين جاي تكون أحسن وأحسن، وهداة البال أهم إشي، وسلام القلب أهم إشي، الفرح والسعادة والصحة أهم إشي، وكل إشي تاني يزاد لكم من نعم ربنا يا رب. شكرا لكم وشكرا يا أبونا. فبداية قبل ما نسرد إيش في عنا نشاطات ناخد البركة منك ونبدأ نهارنا يا رب. تسلمي. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الإله الحنان السردي، امنح أجسادنا صحة وعافية بسخاء لطفك علينا، طهر قلوبنا، صفي نوايانا، اطرح عنا كل ما هو نجس، املأ عقولنا بأفكارك، سمر أجسادنا أمام جسدك ودمك الطاهرين الكريمين، انزع منا يا رب قلب الحجر واعطنا قلب البشر آمين. آمين يا رب. آمين. بالنسبة لنشاطاتنا خلال فترة الأسبوع الماضي وما هو مميز في هذه النشاطات، طبعا في لازلنا في أوضاع بيروت، منصلي من أجل بيروت، منصلي من أجل السلام في بيروت، ربنا يعطيها السلام وأنه ترجع تقوم وتوقف على إجريها، والشعب يعني في النهاية الحل الوحيد للبنان تا يطلع من أزمته هي الصلاة،
اجتمعوا كل الأساقفة واجتمعوا كل الكنائس ليرفعوا الصلاة مع البطريرك الراعي بشارة الراعي، لا يرفعوا الصلاة لأنه لبنان بحاجة إلى الصلاة. فنحن كمان أيضا بكل المدن المحيطة للبنان العزيزة لبنان الشقيق منصلي كمان من أجل لبنان ومن أجل أنه ينتصر لبنان وبالنهاية يسود السلام ويسود المحبة. فربنا كريم ولبنان قد ما تعرض لهزات ومواقف رجع يوقف على إجريه، فهذه الهزة اللي تعرض لها لبنان مصيرها أنه يرجع يوقف وأقوى من الأول إن شاء الله. منهني طبعا كمان الكنيسة السريانية الكاثوليكية اللي بتحتفل باليوبيل الكهنوتي والأسقفي للبطريرك يونان ولسنين عديدة يا سيد. البابا فرانسيس يدعو الناس ويقول أن شفاء القلب يبدأ بالإصغاء، فالتعليم قداسة البابا في هذا الموضوع موجود على موقعنا الإلكتروني nursatjo.org. طبعا احنا لازلنا في اجواء الكورونا، فالاردن امبارح كان 6 وفيات و1061 اصابة كورونا جديدة في الاردن، فلازلنا نحن تحت يعني لازلنا في اجواء الخطر بانتشار الوباء، خاصة في الفيروسات اللي عم تطلع المتحورة الجديدة دلتا، وفي واحدة تانية اسمها مو كمان طالعة. فلازلنا بأنه موضوع التباعد الجسدي وأيضا استعمال الكمامة في التجمعات. فربنا يرحمنا برحمته ويزيح عنا هاي الغمة، غمة الفيروس، وننتهي من هالقصة. في أيضا ترنيمة جديدة مدلي تراتيل كامل الأجيال عذراء يا أم الله، هي من أداء ندمة منى وباسم منى وتالين هنديلة. هاي الترنيمة تسجلت وتم إنتاجها في استوديو النورسات، فجدا جميلة ورائعة واخدت ريفيو كتير عالي. يعني امبارح نزلناها وما شاء الله يعني ظاهر انه عجبتهم الترنيمة وشيروها، فجابت نسبة مشاهدة جدا عالية يعني فوق الأكثر من 10,000 خلال يوم واحد امبارح نزلناها. فحلو انكم تسمعوها الترنيمة مدلي تراتيل كامل الأجيال، هي بتنفع للفصح وهيك، وهي جزء منها بيزنطي يعني الترنيمة جدا رائعة. طبعا طائرات المساعدات الأردنية لا زالت ترسل المساعدات عن طريق الحكومة وعن طريق طبعا مكرمات جلالة الملك عبد الله الثاني لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق، أدوية ومعدات طبية وأيضا كادر طبي كمان أيضا يساعدوا في الوضع اللبناني. طبعا كمان الرئيس الفرنسي يزور كنيسة الساعة ويدعو العراقيين إلى العمل معا، لازال أيضا العراق بحاجة إلى الصلاة أيضا لكي يسود الأمن والسلام. وراهبات الكرمليات في بيت لحم يحتفلن بعيد القديسة مريم، التقرير موجود أيضا على صفحتنا. وأيضا إحنا بالأردن صار شيء جديد إنه فتحوا القطاعات كاملة بداية من شهر أيلول، المدارس وجهية صارت، الكل صار يروح على المدرسة، وأيضا كمان إن شاء الله الجامعات في بداية شهر 10 التغى الحظر بمجمله، حتى القطاع المواصلات صار الركاب ولك 100%، طبعا ما استعمال كمامة. على كل إنسان تقع المسؤولية الحفاظ على صحته علي شخصيا، يعني الحكومة قد ما قدرت عملت الواجب وطرحت المطاعيم للناس اللي يعني أساس أنها تطعم ومجانا، وأيضا عم تعلن عن المطاعيم لعمر 12 سنة وطالع. فالحكومة والدولة عملت اللي عليها والباقي المسؤولية بتقع على كتف المواطن، فالمواطن هو المسؤول على صحته على حياته، فديروا بالكم على حالكم. طبعا في مجلس النواب يوافق على إنشاء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المختص. موقع المختص للي زاره طبعا مثل ما شاهدوا كان دائما يدعو إنه ما في مطاعم ما في كافيهات
خدمات في شوب ما فيش خدمات فيش 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 طبعا مع المحافظة طبعا على المجلس أمنا للموقع المختص بيحافظوا على الروحانية أكثر من على المواضيع أو المتطلبات السياحية الأخرى مثل الأكل والشرب والاستضافة. لكن الآن رح يطوروا المناطق المجاورة للموقع للي بيحب أنه ينزل وكمان يتمتع بيوم جميل أنه يقضي هناك. فأيضا كمان في مبادرة لكاريتاس جدا جميلة لطلاب لواء قصبة مادبة. قصبة مادبة هي قريبة من العاصمة عمان تقريبا 45 دقيقة من العاصمة عمان، وهي تعد منطقة إلى الجنوب من العاصمة عمان. تبرعوا في طبعا للطلاب بشناتي وعدة للحقائب مدرسية وقرطاسية. طبعا احنا كمان ايضا كل اخبارنا موجودة على صفحتنا على النورسات، تقدروا انكم تتابعوها وتعرفوا المزيد عن اخبار الكنيسة المحلية. وايضا نشرة الاردن في اسبوع بتعطي مجمل لاخبارنا الكنسية خلال الاسبوع اللي مضى. فاللي حابب يطلع كمان على أخبارنا بتابع كمان صفحتنا وأيضا موقعنا الإلكتروني nursadjo.org. هلا نرجع لموضوعنا لليوم الطاهر والنجس. فأبونا تخبرنا ذكر في الكتاب المقدس عن من هو الطاهر ومن هو النجس، وفي كتير صار في أقاويل عن لسان حتى كمان في الإنجيل المقدس عن مفهوم الإنسان المؤمن المسيحي عن من هو الطاهر ومن هو النجس. فتعطينا مقدمة لهذا الموضوع قبل ما نأخذ الاتصال مع أبونا فرح حجازين. بعد أن أعطى الله الوصايا العشرة على موسى، كان في مجموعة مش وصايا، أقل هي من الوصايا، هي خلينا نقول تعليمات للأماكن المقدسة وكيف الحفاظ عليها. بداية لما أول ما سمع موسى صوت الرب الإله قال له هذا مكان طاهر، اخلع عن عليك واركع وأحضر لمجد الرب. ففهم الشعب للأسف فهم الشعب وخلط ما بين الطهارة وبين النظافة، وهم بالمناسبة مصطلحين مستقلين ومختلفين كليا مختلفين. الشعب حافظ على النظافة، وخلينا نقول ما أعطى يعني أهمل ما أعطى الحصة والنصيب الأسد لطهارة القلب. ولكن عندما أتى يسوع المسيح صحح وأتمم، أنا ما جئت لأنقض الناموس والشريعة، يسوع بحكي، بل جئت لأتمم. فشو يعني أتمم؟ يعني يعطيها سياقها الصح، مضمونها الحقيقي. ومن هون حكى لهم ليس كل ما يدخل فم الإنسان ينجسه، ولكن اللي بخرج منه. لأنهم كانوا يحكوا لحم الخنزير نجس، الخنزير نجس لا يجوز أن يأكله، ومن يأكل لحم الخنزير استجوب عليه الحكم ولازم أنه يتأنب ويعاقب. كل من مثلا الغسيل الأقدام قبل الوصول إلى الطقوس يجب غسل الأيدي من أماكن معينة، فكانوا مركزين على موضوع النظافة. فقالهم يا يسوع احنا بنحكي عن طهارة القلب، القلب النجس الممتلئ بالخطيئة هو القلب الذي يفصل عن محبة الله، بفصلنا عن محبة الله اللي في يسوع المسيح اللي أعطانا إياها. فقالهم أنا اللي بهمني بوصلة قلبك، بهمنيش نظافة إيديك، وإن كانت مهمة اليوم وإحنا يعني افعل هذه ولا تهمل، نعم افعل هذه ولا تهمل تلك، يعني أكيد النظافة الشخصية، بس هاي صفت إشي بيولوجي النظافة الشخصية، لأن بيولوجيا جسم الإنسان بيتطلب إنه من إفرازاته من كذا من كذا من الفيروسات المحيطة والجراثيم والها بتطلب النظافة. هذا موضوع زي ما يحكوا يعني ما في نقاش عليه. نعم. إحنا نقاشنا عن موضوع الطاهر والنجس من الناحية الروحية. نعم. وليس من الناحية الجسدية المحضة. نعم. لأنه نحن فيما بعد سنعيش بالروح حياة أبدية. نعم. ونحن زوار على هذه الأرض، حياتنا هون قديش ما قدرنا نهذب هذا القلب ونذوقه من طعم الحياة، وكأننا بذلك نقوم باستباق الملكوت، ملكوت الله في داخلكم حكى لنا يسوع. قديش أنا بطوع عمل الله في حياتي، قديش أنا بخضع حواسي وحواجي البيولوجية، قديش أنا قادر بالإرادة القوية أني أخضعها
لمشيئة ربنا، أخضعها لوصايا ربنا بحياة الإنسان. بطبيعته ما بحب كلمة لا، وبحب إنه كل شيء بطلبه يحققه، كل شيء محاط له يعمله. فهون تيجي مفهوم اللي بحكي قديس بولس يقول ليس كل ما يعني اللي ينفع مش بالمبدأ بالذاتي اللي فيه، هي في الجوهر اللي بأعماق يحق كل شيء يحق لي، ولكن ليس كل شيء ينفع. كل القديس بولس بحكي كل شيء يحق لي، يعني بطل يقيدهم المفهوم العهد القديم إنه إذا بتعمل هيك إذا ما بتعمل. لا، المهم المبدأ الروحاني من جوا اللي هو جئته ما بدي ذبيحة، أنا بدي رحمة. يعني إذا سيارة الإسعاف ماشية بالليل على الساعة واحدة معها مصاب مريض والإشارة حمراء ما بتوقف عليها، بتقطعها، لأن هو مش القانون، القانون أنا مشان ينظم حياتنا، ولكن إذا في نفس بشرية رح تهلك بضحي بكل القوانين وبخالفها. اليوم إذا في إنسان بنازع وبحاجة لنوع دواء معين وأنا ما معي، ولقيت الدواء بصيدلية معينة ومن هذا لو ما معي حقه بدي أخذه، بدي أعطيه، بدي أنقذ حياته، وبعدين يحطوني بالسجن يدفعوني حقه، أجيب أبيع ممتلكاتي، المهم بلحظتها. فالوصية هيك يسوع فهمهم، إنه الوصية مش هي بحد ذاتها التصرف، هي إلى ما تقود. يعني مرات إحنا نقول دائما إنه خطية الكذب، تيجي أغنية فيروز الكذبة مش خطية. فعلا أحيانا لما يعني ما بقولوا الكذب كذب، ما في كذبة بيضة وكذبة صفراء وكذبة حمراء، ولكن أحيانا بالعلاقات الاجتماعية بين الكني والحماة بين أحيانا بحتاج الواحد أنه ما ينقل الأشياء المسيئة أو الأشياء الغلط، وإذا سأل بالضبط عشان ما يسبب مشكلة. فتكون كأنه شوه الحق، يعني ما نقل صح، ما بدنا نكون زي السيف، بدنا نكون بحنية وبرحمة حازمين. الحزم بمحبة، بمعنى أنه أوصل للشخص بس بالطريقة الحلوة. كلامك مو صحيح يا أخي، أصعب جدا أقول له إيش أنت كذاب، بس كلامك مش صحيح يعني واحد بجيبها بشوية بالضبط. طبعا للمزيد كمان عن هذا الموضوع رح نكون في اتصال مع أبونا فرح حجازين، فجاهز الاتصال شباب. يلا أبونا، موضوع الطاهر والنجس، على موضوع النجاسة، لما يسوع المسيح كان وتلاميذه عم بيأكلوا والفريسيين والكتبة كانوا عم بيراقبوا يسوع والتلاميذ وشافوهم إنه عم بيأكلوا قبل ما يغسلوا إيديهم. موضوع الغسول والنظافة والنجاسة، يعني كان في المعنى مأخوذ للكتبة والفريسيين إنه هني عم بيتعرضوا للنجس، اللي هن الأشخاص الأمميين اللي هن ما بيأمنوا أو اللي هن بالزبط. وثنيين، فبيعتبروا إنه إذا لامسوا هذا الوثني بالسوق أو بمكان شراء أو لامس إيده جسده أو هيك إنه هو يتنجس، فإنه لازم يغسلوا إيديهم من هذول الأشخاص اللي لامسوهم اللي هن وثنيين، لأنه هن اعتبروهم منجسين. وإنه الفريسيين والكتب كانوا يعدوا لهم إنه هن المختارين، إنه هن الأحسن منهم والأطهر، فكانوا يغسلوا إيديهم من هذا موضوع النجاسة أو التطهير. ليس موضوع إيماني قد ما هو إنه موضوع فقط عشان يزيلوا عنهم بصمات هدول الأشخاص. والإنجيل الأحد بالطقس اللاتيني، إنجيل الأحد الماضي، كان عن هذا الموضوع، واللي سير ماري بيير راح تتحدث عن هذا الإنجيل. تتحدث عن هذا الإنجيل. تفضل أبونا فرح، صباحك نور يا أبونا. يا صباح الأنوار، كيف حالك؟ تمام، وكل عام وانت بخير الدكتورة. وانت بخير يا أبونا، شكرا يا أبونا. والصحة والنعمة لمتابعة الرسالة الحلوة، الرسالة الإنجيلية، بوجودكم يا أبونا. حلفيك. الله يسعدك، صلواتكم دايما معنا يا أبونا. إن شاء الله. صباحك نور أبونا الحبيب، متعبينك معنا دايما، وانت كمان سعيدة. يعطيكم، ونشجع الناس يتابعوا الفيسبوك تاع أبونا فرح، كل يوم بشرح آية بأقل الكلمات. شكرا أبونا على مجهودك الحلو. تأملات، نعم جدا جميلة. أبونا موضوعنا اليوم الطاهر والنجس، تعطينا هيك فكرة للمشاهدين والمتابعين، من هو الطاهر ومن هو النجس؟ إن شاء الله. بنبلش كالتالي، يكلمنا الإنجيل المقدس عن الطاهر والنجس مع اختلاف وجهة نظر الله في هذا الموضوع. فالبشر وعلى رأسهم الفريسيون يهتمون بطهارة الجسد، يطهرون خارج الكوب، وأما السيد المسيح فيطالب بطهارة القلب، مصدر الشر أو الخير. سنرى إذن أولا
نظرة الديانات إلى الطاهر والنجس، وثانيا الطاهر والنجس في الديانة المسيحية، وثالثا أين يكمن الطاهر والنجس في الإنسان. أولا نظرة الديانات إلى الطاهر والنجس. في كثير من الأديان يوجد نظام الطاهر والنجس، فتقسم الكائنات إلى قسمين، قسم طاهر وقسم نجس. فهناك تفسير مطول للحيوانات النجسة والطاهرة مثل أكل لحم الخنزير المحرم. كذلك يوجد في مثل هذه الديانات حالات يكون فيها الإنسان نفسه نجسا أو طاهرا. يقول مثلا سفر الأحبار عن المرأة التي حبلت ولدت ذكر فلتكن نجسة 7 أيام. وكذلك في بعض الحالات التي يحددها الإسلام يعتبر المرأة نجسة ولا تقبل منها الصلاة، وكذلك الأبرص يعتبر نجسا. فهذه الديانات كانت تهتم بالظواهر، والله يريد منهم القلوب المغسولة من البغض والكبرياء والأنية قبل غسل الأيدي والامتناع عن تناول بعض الأطعمة. ثانيا الديانة المسيحية ماذا تقول؟ ليس في الوجود شيء نجس في حد ذاته، لا الحيوان المحرم أكله من بعض الديانات، ولا الإنسان في أي حالة وجد من الصحة أو المرض، لأن الله خالق كل شيء ولا يخلق الله أمرا نجسا. إذن كل شيء في حد ذاته صالح ومقدس ولا يتسم بسمة النجاسة أو الإثم إلا إذا أساء الإنسان التصرف به. نعم ليس هناك ما هو نجس في حد ذاته، ولهذا أسمع الله القديس بطرس في رؤياه في يافا ردا على موقفه من الطاهر والنجس كيهودي، سمع صوتا يقول له: قم يا بطرس اذبح وكل. فقال بطرس: حاشا يا رب، فإني لم أكن نجسا ولا دنسا. فخاطبه الصوت ثانية قائلا: ما طهره الله لا تنجسه أنت. في الأعمال 10:15. كيف للإنسان أن يتنجس من خلائق الله وقد خلقها الله طاهرة؟ فما ينجس الإنسان هو نوايا الإنسان الفاسدة وسوء الاستعمال لخلائق الله، هو الذي ينجسها ويحولها إلى الشر. فالشر إذن كامن ليس في خلائق الله بالذات مثل الأكل والشرب وسائر المخلوقات من حيوان وطير، بل في نية الإنسان وسوء استعمال الإنسان لها. ما أسهل أن يعيش الإنسان ويدعي الطهارة بالغسل، ولكن ما أصعب أن يطهر قلبه من الحقد والبغض والحسد والشهوة حتى يكون طاهرا. هذا هو ميدان يسوع. قال نابليون: انتصرت على كل العالم ولم أستطع أن أنتصر على ذاتي. ثالثا أين يكمن الطاهر والنجس في الإنسان؟ يقول لنا السيد المسيح بوضوح: ما من شيء خارج عن الإنسان إذا دخل الإنسان ينجسه، ولكن ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجس الإنسان، لأنه من باطن الإنسان من قلوبهم تنبعث مقاصد السوء، الفحش والسرقة والقتل والزنا والطمع والخبث والغش والفجور والحسد والنميمة والكبرياء والسفك. جميع هذه المنكرات تخرج من باطن الإنسان فتنجسه. إذن لا تأتي النجاسة من تناول الأطعمة كما يعتقد بعض المسيحيين. القديس بولس في رسالته لأهل روما يقول: ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل بر وسلام وفرح في الروح. وأيضا ما من طعام يقربنا إلى الله، فإن لم نأكل لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نربح شيئا. إن نظافة القلب أحب إلى يسوع من نظافة الجسد، وإن الذي قال: لا تخافوا ممن يقتل الجسد بل مما يقتل النفس، يقول لنا اليوم أيضا: لا تخافوا مما يدلس الجسد من أكل وشرب كما تعتقدون، بل خافوا مما يدلس النفس ألا وهو الخطيئة. الأكل بدون غسل الأيدي لا يدنس النفس ولا يرسلها إلى نار جهنم، بل دنس القلب الخطيئة هو الذي يلقي في نار جهنم. إن الغني وملابسه الحريرية ومآدبه الفاخرة لم تمنحه من الذهاب إلى جهنم، كما أن لعازر المسكين وعدم تقيده بسنة الشيوخ من غسل واستحمام لدرجة أن الكلاب كانت تأتي وتلحس روحه وكل من لمسه تنجس، إن كل ذلك
لم يمنحه من دخول السماء. المصير الأبدي لا يحدده نظافة الجسد كما كان يعتقد اليهود ولا يزال يعتقد أتباع بعض الديانات، إنما هي نظافة القلب من كل خطيئة، والأعمال الصالحة هي التي تحدد مصير الإنسان الأبدي كما يقول القديس يعقوب في رسالته: إن التدين الطاهر النقي عند الله أبينا هو العناية بالأيتام والأرامل في شدتهم وصيانة الإنسان نفسه من دنس الخطيئة. قد يدخل السماء إنسان المريض أو غير نظيف الجسم، ولكن لا ولن يدخل السماء إنسان بخطيئة مميتة واحدة. أنهي بهذه الصلاة من كلمة المزامير: قلبا نقيا أخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. وشكرا. شكرا يا أبونا، شكرا على هذا التوضيح الشامل، يعني الله يسعدكم، فعلا أعطيتنا فكرة كاملة وللمستمعين كمان. شكرا يا أبونا ونهارك سعيد يا رب. شكرا لكم، ونحن دائما في خدمة كلمة ربنا لخلاص النفوس. نعم، وكل عام وانتم بخير يا أبونا. مسبقا كمان عندك عيد الرعية ويصادف هذا الشهر وعيد الصليب، وبنوجه الدعوة من الآن في 17 الشهر يوم جمعة القداس الساعة 6 مساء، بنوجه الدعوة للأصدقاء والمعارف يشاركونا في الصلاة إن شاء الله يا أبونا. وطبعا بوجودكم نورسات، أكيد نورسات موجودة، أكيد حاضرة معك يا أبونا إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا لإلك يا أبونا، شكرا. صباحك نور. صباحك نور. طبعا احنا بنحيي كل الأشخاص الموجودين على صفحتنا، على صفحة نورسات جوردان، بنقول لمي ميشيل حدادين: صباحك نور يا أخت مي. وأم عيسى ريما نصراوين: صباحك نور. وأيضا جل حداد: Good morning to all, God bless you all, God bless you too يا جل. وأمل السلمان: سنة حلوة مع يسوع وكل عام وأنت بخير. شكرا يا أمل على الأمنيات. وشكيب عواد: مبارك الآتي باسم الرب، آمين. وأمل السلمان: ليس ما يدخل الإنسان ينجسه بل ما يخرج منه. نعم يا أمل. صباحكم نور وكل عام وأنتم بخير. بطرس جنحو: أبونا بطرس صباحك مبارك يا رب، صباحك نور. ونسيم خان ومها شعبان وأيضا جورج منة ورستم تويمة وأيضا فادي بالش وزياد المدني، أنطون حبش، وسناء اللوح: كل سنة وأنتي سالمة يا أطيب دكتورة، وتضلك منورة بيتك كل سنة وأنتي بنت الرب وخادمته. شكرا يا سناء. جورج بكريان أندلينا زريقات أيضا كمان بيصبحوا علينا، وفارس حجازين وإمفادي إيفون حتر: سعيد صباحك يا ماما. وسامر قنصل ورنا عباسي وجوليا نونو وهانيا قندح بيصبحوا علينا، بتمنوا لنا صباحات مباركة، وعم بيتابعونا أيضا أحلام شرايحة: هابي بيرثدي. شكرا. وأيضا تريز عسكر وسهيل جودة، عبير ربضي ونهلة شداد، سامي حجازين وأبو لؤي أبو علاء وموسى الطعامنة: يسعد صباحكم، عيد ميلاد سعيد دكتورة. بيير المرجي وكليمونس صليبة وجريس تسواك وعبد الله الطعمة ويوسف نفاع، رندا زيرو وأم مفيد أيوب ومنى بوشي كمان عم بيصبحوا علينا. فيلم النصار: يسعد صباحك، صباح الخير والنعمة والبركات. قال السيد المسيح: ليس كل ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل الذي يخرج منه. وأرجو من الأباء الكرام توضيح هذين المفهومين من حيث ربطهما بالحياة الأرضية مع المحبة والاحترام. بعتقد أنه جواب يا أبونا فرح جزء من هذا الموضوع، وأيضا منكمل هذا الموضوع مع الراهبة سيستر ماري بيير. وأيضا إذا في عندكم أسئلة أخرى كمان بتحبوا توجهها لأبائنا يردوا عليها. فسيستر سهام: صباحك نور وكل عام وأنت بالخير وأنت بألف خير سيستر. وجينيفر كوري وحنا صليبة زغيب
ونهلة شداد صباح الخير وعيد ميلاد سعيد، كارلا حبر وميري ريني صبر وأبو جودة. بصراحة يعني خجلتونا بالمعايدات وصباحاتكم المباركة، يعني شكرا لكم ولمتابعتكم. فننتقل نحن على الاتصال الثاني، ناخده شباب جاهز الاتصال مع سير ماري. تمام. أوكي. تفضل أبونا سؤالها بس يعني أبونا فرح. نعم. شرحه بس. نعم. أنا بحب أركز إنه. نعم. ليس بالطعام وليس باللباس حتى وليس بكل المظاهر الخارجية النجاسة والطهارة، إنما هي بالنجاسة القلب، يعني الخداع. نعم. يعني الحقد، الحقد نجاسة والخبثنة نجاسة، وكل الواحد إنه يكون حاط للناس هيك بتمنى يموتوا بتمنى إذائهم، كل ما بشوفهم بتطور وبزيد الحقد بداخله وبيسمموا، هاي هي النجاسة. مش النجاسة شو لابس وشو شو بتاكل وشو بتشرب، هاي كلها يعني أمور سطحية وبديهية، والعالم كله حتى الوثنيين حتى اللي ما عندهم دين، حتى هاي النظافة والأكل والشرب، هاي يعني أشياء بيولوجية. ليش إحنا نستطلع على الأخلاق؟ العهد القديم كان يركز على هاي الأمور. أنا بتوقع إنهم فهموها غلط كمان، يعني ربنا كان قاصد إشي هم فهمي وتم. نعم. ملؤوا بالعهد الجديد. ليش يسوع قال له ما جئتوا لأنقذها بس أفهمكم، حكى لكم هيك ربنا بس ما قصد ربنا زي أنتم ما فهمتم. نعم نعم، يعني كان زي موسى النبي لما قال أنتم تؤمنون في شفاهكم فقط، يعني إيمانكم وليس بقلب. بقلبكم. نعم. يعني ما بقلبكم فبعيد عني. ف يعني هو التعبير أبونا أحيانا الإنسان بياخدها حرفيا. نعم. يعني وهدول الكتبة والفرسيين كانوا ياخدوا. نعم. الـ يعني الكتابية الكلمات كلياتها بالحرف، بالحرف بالضبط، وينفذوها بالحرف، وأي أحيانا كمان يزيدوا عليها، يعني ما بيكون إنه مثلا هذا المقصود، لكن كانوا يزيدوا ويضيفوا عليها إضافات بالزبط. أخرى. القلب، هو القلب ليس هو الدم والجهاز اللي الإنسان مش بيولوجيا بنحكي، لما بقصدوا بالقلب قصدوا فيه دائما المشاعر والعواطف مشاعر. والأحاسيس والكيان الداخلي، يعني بمعنى كله باختصار دكتورة توقي الإنسان، لإيش بتوق أنا، وين شغفي، الشغف اللي بحس حالي فيه هرموناتي من جوا تتضخ سعادة تنبع من الداخل، مش أي إشي من برا بده يعطيني إياها، هي هاي اللي بتعيشها بصفاء بنعم من جوا، بحس قلبه هيك بشع محبة صدق أمان نظافة من جوا، هذا ببين بوجهه بتعاليمه بلغته بحكيه بطول أناته، فكله بنعكس على إيش، على الجسد من الخارج، فببين إنه هذا الإنسان طاهر. صح. هي الطهارة، هاي هي الطهارة اللي بقصد فيها. والقلب لما بنحكي هاي فيض المشاعر الجياشة، الحب الاحترام التقدير، هي صميم المحبة. شو هي المحبة؟ حطيناها بالقلب لأنه هو اللي بيعبر عن المشاعر. هيك كل الشعراء مش بس العرب والأجانب والعالم كله دائما كان يحسوا أنه من صميم القلب مع الدم بتمشي المشاعر الحلوة، وبتبين بعيوننا بتعبير لساننا لما بيحكي واحد يا حبيبي. نعم. يعني خلص الكلمة لحالها بتضرب كهرباء. نعم. لسه الاتصال جاهز معنا سير ماري بيير قندح. قندح صباحك. أهلا وسهلا سير ماري. هلا فيكي حبيبتي. صباحك نور يا رب. كيفك دكتورة باسمة؟ الحمد لله تمام، كيفك أنت؟ تمام الحمد لله، نشكر ربنا ويكثر خير ربنا على العافية. نعمة الحياة اللي أعطانا إياها. الله يخليكم. مع بداية المدارس هلا مجهودكم مضاعف، يعني أعطيتينا من وقتك، وأنا بشوفك كل يوم بشوف قديش صعب إنك تعطي من وقتك، بس هذا من سخاء محبتك. ثانك يو مسير. يسعدك عشان هيك تركت الطابق وزيت. الله يخليك. الله يلا بتطولي عليهم. الله يسعدك. الله يخليك. تسلمي يا مسير. مسير إيش بدك تحكي لنا اليوم عن موضوع الطاهر والنجس؟ الإنجيل الحادي. مش الطاهر والنجس بقدر ما هو إنجيل الأحد الأبل الماضي. نعم. عن شفاء الأصم الأعقد أو الأخرس زي ما منقول بالعامية. نعم. اللي هو حول إنجيل القديس مرقس. نعم. فصل 7 من آية 31 ل 37، وهي بالمناسبة تكملة للنجس والطاهر، إنجيل النجس والطاهر الفريسيين والكتبة واليهود. نعم. إلى آخره. ما رح أقرأ الإنجيل، أكيد الكل بيعرفه وبيقرأوا كلمة يسوع في حياتهم اليومية رح يعرفوا شفاء الأخرس. نعم.
يسوع لما خرج من صور صيدا وراح لبحر الجليل، ترك قرية وراح على قرية هي لها دلالة، لها هدف معين. حول المدن العشر ترك وراح المدن العشر، هون بتذكرنا في الوصايا العشر وكيف اجوا إليه بأصم عقد أخرس، لا يتكلم لا يسمع. طلبوا مين اللي طلب؟ أهله أم الجموع أم هل بدنا نشوف إنه يسوع يضع يديه عليه؟ نعم. هاي اللحظة يسوع منشوف إنه رفع نظره نحو السماء وقال افتح، أي افتح. صح. وبالإنجيل بيقول لنا وللوقت حالا عندما أمر يسوع، عندما تكلم يسوع انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيما. هلا رح ناخذ شوية آية آية نفسر شو مقصد يسوع، شو غاية يسوع، شو هدف يسوع، شو الرسالة اللي بده يوصلنا إياها لليهود، للأمم الوثنية. إن اليهود كانوا يعتبروا الأمم الوثنية وثن، ما إلهم علاقة بيسوع، لكن يسوع إجا للكل، إجا رسالة عظيمة لجميع الأمم. للوثن قبل اليهود، مع أنه هن الشعب المختار. فبعدين في نهاية الإنجيل بيقول يسوع وأوصاهم، وأوصاهم إنه ما يحكوا ما يخبروا، لكن من كثرة دهشتهم وانبساطهم وانفعالهم وفرحهم إنه يعني هذا بذكرنا في العهد القديم، هلا راح أجي إنه يسوع حمل كل إشي حسن، جعل الصم يسمعون والخرسة يتكلمون. حلو. يسوع منلاحظ هون إنه ما مكث طويلا مع الجموع في نواحي سور صيدا، لأنه كان اليهود عينهم عليه، ولكن هو بده يفهم اليهود. هون وجه رسالته للأمم الوثنية بالرغم أن اليهود ما كانوا راضيين. ويسوع يعني لطيف لذيذ، يسوع ما بده يتعثر باليهود. لما يشوفوا يسوع بيكرز للأمم، للوثنيين، للناس، للشعب، لمحبينه، للي بتبعوه، للما بتبعوه. عادة بقول لنا إلى الشرق ثاني نحو بحر الجليل عند المدن العشر. طبعا قلنا إشارة للوصايا العشر. جاءوا إليه، مين هن اللي جاءوا؟ هل أهل الأصم؟ هل الجموع؟ هل المشاهدين؟ هون بيحدد الإنجيل إنه اللي إجوا عنده هو أهل الإنسان المريض، الأخرس، الأطرش. وطبعا أكيد إحنا بنعرف كلنا والدنيا بتعرف إنه الأطرش لا بيحكي وعاجز عن التعبير وعاجز عن إنه يعبر ويحكي ويبشر أو يأخذ أو يعطي. فكان هون إنه في رمز لهذا المرض، إنه الإنسان فعلا اللي ما بيسمع كلمة الله بصير أخرس. أخرس في إيش؟ ما عنده محتوى يحكي. نعم، بما إنه هو فاضي، ما عنده يعني مو قادر جسديا، مو قادر. فهو أخرس روحيا في الحق وفي شهادة لإسم يسوع. هلا من بعد آخر إنجيل بدنا نشوف إنه كيف فعلا صار عنده قوة، نعمة في كلمة إنه ينطق الحق وإنه يشهد ليسوع المسيح. يسوع هون إذا بتلاحظوا، ما بعرف، يضع يده عليه. إشارة أو دليل على إنه رجاء الأهل في إنه بده يشفي المريض، لازم يشفي المريض. إحنا سمعنا عنك، إنه أنت وينك يسوع؟ إحنا يعني داخليا مآمنين فيك، بس أظهر لنا قدرتك بمجرد ربنا يلمسه وإن مآمنين. نعم مسير، عفوا عن المقاطعة، بس في كمان إنه هي المدن هاي اليهود كان ينظروا لسكانها إنهم أنجاس، غير طاهرين يعني. كمان جايتك أيوة بالكلام، إنه كانت يعني الأمم هاي نجسة،
بالنسبة لليهود هم غير مرغوب فيهم الوثنيين، لكن يسوع برجيك أنه إجا إلهم حتى يورجي اليهود رسالة معينة. صحيح. منشوف أنه كمان أخذ يسوع المريض على ناحية. نعم. ليش على ناحية؟ اهتم بيه. أنا بحب كتير هيك الجو العام والجو الخاص. يسوع اهتم بيه. ليش؟ نعم. لأنه يسوع فعلاً بيهتم بجميع الشعب بكنيسته. وأكيد أكيد هلا حالياً يعني إحنا في إنجيل اليوم، في كلمة اليوم، لكل إنسان له مكانة خاصة في قلب الرب. نعم. أيوة بأسماءنا بنادينا، بحفظ أسماءنا، بيحفظ أسماءنا، بنادينا أسماءنا، الخراف الضال، يسوع يعرف كل إشي. نعم. حلو. يسوع بتبع أحداث، إذا بتلاحظوا يسوع بيستخدم أشياء جسدية حتى في النهاية يعطينا المعنى الروحي ويفهم اليهود إنه تعالوا لهون، إنه أنتوا شو تفكروا حالكم أنتوا الكل في الكل، أنا جاي إلكم، لا أنا جئتوا، أنا جاي لكل إنسان بلمسني، لكل إنسان برغبني، لكل إنسان بده يوصل للخلاص، والخلاص مو أشياء المادية والدنيوية كما يزعموا وكما يفهموها اليهود إنه يسوع إجا إلهم. لا. يسوع وضع إصبعه في أذن الأخرس. نعم. والأصابع. وضع الإيد، لمس الإيد، لمس يعني أعطى 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 حيوية. الأطرش ما بسمع ولا الأخرس ولا فهم ولا يعني ولا شاعر في إشي. نعم. لا سوري، مش شاعر، مش سامع. لكن بحركة يسوع هاي الأخرس ميز إنه في سر، في حب، في شفقة من يسوع. نعم. شايف يعني في فرق، إنه اليهود بيفكروا إنه كل شيء يعني عام نجس، أنت شو اللي بتعمله وليش رايح تشفي المريض ويوم سبت ويوم كذا ويوم كذا. بينما المريض المحتاج لمس شعر من يسوع هاي الشفقة وهاي المحبة. يسوع تفل ولمس لسانه، أخذ من ريقه حتى يوضح يسوع عن جد كيف قوة الشفاء خارجة من يسوع. دايما إحنا لا شيء، إحنا من دون ربنا نعجز عن كل إيش. عارفة وجودي في هاي اللحظة هي بإرادة ربنا، هي بقوة ربنا، هي بنعمة ربنا، مو أكيد. بنعمتنا، مو بشطارتنا، مو بقدرتنا. بعدين يسوع بيقول رفع نظره نحو السماء. يسوع في علاقة بينه وبين الله، بده يفهم الشعب والمريض واليهود إنه أنا جاي، صحيح ربنا بعثني، لكن في علاقة حميمة بيني وبين الله، هي إنه ننظر إلى الله دائما. نعم، بكل أعمالك. انت يا انسان حلو. اتعلم. حلو. انت يا راهبة اتعلمي، انت يا كاهن اتعلم، انت يا مكرسة اتعلمي. نعم. انه يا مسيحي يا متعمد نتعلم انه صح. احنا دائما نرفع نظرنا دائما اولا واخرا الى الله. أمين. يسوع كثير بحب هاي الجملة انه تنهد. اصدر صوت. هون بيعبر كمان عن ألمه وحنانه. نعم. باتجاه هذا الإنسان اللي يسوع عم بيفكر بده يشفيه. نعم. والناس بتستنى، اليهود بتستنى شو بده يعمل يسوع. نعم. يسوع احنا عندنا شريعة، احنا قانون. نعم. بتستنى انه يوقع في خطأ على اساس يلوموه ويلوموا عليه. نعم نعم، بيستنوا نعم. فيه فيوقع في خطأ. ربنا طبعا عارف يسوع قرأ فما في قلبهم. نعم. يعني فهذه النجاسة يعني هذا نعم. هو الخبث. نعم نعم بالضبط بالضبط. فاليهود بترقبوا انه اذا بده يشفي انه انت شو بتعمل، انت كسرت الشريعه، كسرت الناموس. نعم. انه هدول اطهار انجاس. يسوع بده يفهمهم في النهايه هدول اطهار كمان. نعم صحيح. اذا شفوا من جسديا والخطيئه هدول اللي هم الاطهار، انتوا راح تضلوا في خطيئتكم. حلو. نعم، شكرا كثير يا مسير، يعني عن جد اخذنا من وقت حضرتك على هذا التفسير وهذا التعليم. شكرا لك مسير حبيبتي، وصباحك نور يا رب، وموسم خلاص. دراسي مبارك كمان حبيبتي. رهبات وردية مرج الحمام، شكرا. صباحكم نور لكل رهبات الوردية.
حبيبتي الله يسعدك، الله يخليك ويطول بأعمارك، وربنا يبارك ويبارك نهارك ورسالتك. آمين يا رب. شكرا لك مسار. صباحك نور. أنا في كنت محضرة كمان شوي بس إذا البرنامج انتهى يعطيك ألف عافية. الله يسعدك يا رب، يخليك ويسلم. إن شاء الله بلقاءات أخرى مسار كمان، يعني ما تغيبي عنا. حبيبتي حبيبتي دكتورة، الله يعطيك العافية وشكرا لكم لنور سعد. تسلم يا رب. شكرا شكرا، الله يسعدك يا رب. يعني جميل ما تحدثت فيه الرهبة وحطت إيدها على زي ما بقول على زبدة كلام يسوع اللي بده كان ينقله للشعب المؤمن، إنه الإنسان الطاهر، الإنسان اللي بيخرج من قلبه كل خير اللي صنعه ربنا فيه، اللي خلقه ربنا من أجله. فالطاهر والنجس، اللي بيسمعوا الكلام إنه طب كان يسوع يعني ما يهتم بالأمور الصحية، ما يغسل وما يهتم وما يحكي للتلاميذ إنه ينظفوا حالهم وكذا؟ لا، كان يسوع عايش طبيعي في الحياة مثله مثل بقية الناس اللي تغسل وتحافظ على نظافتها. وفي طبعا الإنجيل ما عم بيكتب في التفاصيل بهذه الأمور، لكن إذا بتشوف مشاهد مثلا بتقدر تحلل. مثلا بالعشاء الأخير لما يسوع دعا التلاميذ للعشاء قبل الصلب، ودخلوا التلاميذ وجاب بعدين مطهرة موجودة كانت وغسل في أقدام التلاميذ. وجود المطهرة واللي فيها المي واللي غسل فيها هذه موجودة للاغتسال، يعني كل واحد دخل وغسل، أخذها سيد المسيح كمان نفسها وغسل. يعني وجودها دلالة على أنه اهتمام يسوع المسيح وتلاميذه بأمور النظافة. أكيد، هو يعني بالعادي كان الواحد بيغسل لحاله، بس هو يعني من الموجود الروتين العادي ارتقى فيهم تيعلمهم التواضع، تيعلمهم إن لم أغسل قدماك لن يكون لك معي في ملكي، حكى ليوحنا. قالوا لا، اغسل ايدي ورجلي كمان. نعم، لكن احنا عم نحكي كمان عن موضوع النظافة، انه كان يسوع يعني المسيح يهتموا في هذا الموضوع، انه وجود هاي الادوات النظافة الشخصية او غسيل الايدين وهيك، لكن انه كانوا اليهود عم بتصيدوا يسوع المسيح انه ينقض الشريعة وينقض التعليم اللي هن ورثوا. ويسوع خبر انا لم اتي لانقض لكن لاكمل. فاعتبروا انه انت نقضت يوم السبت، نقضت شريعتنا بالاغتسال قبل الأكل عشان الطهارة والنجاسة. لكن يسوع بده يغير هذا الفكر، إنه الإنسان الطاهر طاهر القلب، والإنسان النجس هو اللي بيخرج كل سيء منه، هذا هو الطاهر والنجس. بالضبط. ليس بمعنى أنه أنا إذا امسكت واحد وثني لا يؤمن بما أنا أؤمن، يعني أني أنا تنجست وتوسخت لازم أغسل من هذا الإنسان. لأنه كانوا اليهود زي ما احنا في المدن العشر، كانوا اليهود ينزلوا على السوق وينزلوا، كان السوق فيه عدة أشكال وأجناس من الناس، الرومان واليهود والوثنيين، فكانوا لما ينزلوا يتعرضوا لملامستهم، فهن يعتبروا انه تنجسوا. هي نعم نعم، ثلاث مستويات هم. نعم. اليهود البيور، واليهود اللي اختلطوا مع الوثنيين وجوزوا منهم بسموهم السامريين. السامريين. نعم. والوثنيين. يعني في ثلاث مستويات. فيسوع بلش أتيت لأبناء إسرائيل، شعب نعم الضال، خراف الضال. نعم. كذا بعدين بطلع من عندهم، بروح لعند السامريين، بتقول له طيب أنت كيف تيجي عندنا هاي السامرية اللي عند البئر؟ نعم. بتقول ما عندكم أنتم الهيكل، وإحنا بنحكي الهيكل بنابلس. نعم. وأنتم بتحكوا بالقدس، وين الديانة؟ قال سيأتي وقت للذين هناك وللذين هنا. ما لهاش دخل بالمكان، اللوكيشن ما لهاش دخل، كمان بالأكل ما لهاش دخل، باللباس كمان. المدن العشرة يعني حتى اليهودي إذا له شغل كثير مهم كان يبعت حدا مشان ما يفوت المدن العشرة، لأنها مدن الوثنيين الأنجاس هم بيعتبروهم يعني. فهو يعني يسوع المسيح حرر الفكر الإنسان من موضوع النجاسة، إنه حرر ورفع الإنسان الوثني إنه من فكرة إنه هذا إنسان نجس، لأنه اللي ربنا بيخلقه شو اللي بينجس. نعم. قال لهم شو اللي بينجس، أفكار قلوبكم من الحقد الكراهية، هاي صارت واضحة الأمور، هاي بتنجس. أما ما تحكوا لي بينجس هذا إذا أكلت لحمة نعامة ولا نحب الجمل مألوش، ممكن بالعهد القديم لازم يكون لهم حافر ما يكون. نعم. يعني إيش بأكل إيش ما بيأكل، ما هاي المواضيع كلها يسوع حطها واضحة يعني حازمة
وصارم. وربنا خلق يعني برسالة بطرس لما طلب منه قال له اذبح وكل، قال له ما باكلش لدنس ولا نجس، قال له اللي طهره ربنا ما بتقدر انت يا انسان تنجسه. فهذا كل المخلوقات هاي ربنا خلقها طاهرة، الانسان هو الذي ينجس هاي الاشياء خاصة بافعالنا. يعني احنا احيانا ابونا الانسان المؤمن بيمسك الحرف وبيمسك كلمة كلمة وبصير يلتزم فيها. يعني هدول اليهود يعني كل أعمالهم يعني طاهرة، يعني يا بيكذبوا قوات كانوا وكانوا يجدفوا كانوا يعني يعملوا العشارين ولا يعني كانوا شوية قاسين على البشر على بعضهم أحيانا وهيك، ومسكين بموضوع الأكل إنه غسلوا ولا ما غسلوا. أحيانا كتير بحياتنا نحن كمان منلتزم بهاي التعليم حرفيا ومنترك الجو جوهر. يعني يا ما نمشي في التعليم ومنصلي ومنصوم ومنقيم كل الفرائض المفروضة علينا في الكتاب المقدس من ناحية الصلاة والآخرية، لكن قلبنا بعيد عن الله، منكذب ومنحكي على بعض ومن نميمة والرياء والعدم مساعدة الآخرين مثلا، عدم الرحمة، ما في رحمة في قلوبنا. وأوقات كتير منشوف ناس محتاجين وهيك ما منطلعهم ما منقرب عليهم ما منساعدهم. يعني طب صلاتنا وصومنا بحكي لك أنا بصلي وبصوم وهيك وما إلي بالعالم، أنا دخلت مخدعي وبصلي لربنا وربنا هو اللي ربنا. أوكي بتصلي أنت وبتدخل لمخدعك وزي ما طلب منك يسوع المسيح وبتصلي لربنا، لكن قلبك أين؟ يعني قلب الإنسان فين؟ فأحيانا كتير نحن نمسك بالحرف والبقول لك والتمسك بالحرف أحيانا يقتل، يقتل الروح، مش يعني يقتل الإنسان طبعاً. الروح بتصير روحنا ميتة أوقات كتير، وحكيناها بعدة حلقات. ناس كتير بتقولك يا أبونا عم بصلي وعم بروح على الكنيسة وبتناول وآخره، لكن روحي ميتة، شفان بصير فيها بتنشف. نعم الجفا بالضبط، هذا بسمى بالضبط هيك بسموه جفاف روحي. نعم وهذا ما بيمنع الواحد انه يستمر في مسيرته، بالعكس لازم يصلي اكثر وهو عنده الجفاف عشان ما تطول هاي الحاله. بس يعني مادر تريز كثير في مذكراتها حكت عن موضوع الجفاف الروحي. نعم كانت تكتب رسائل لمرشدها الروحي، موجود الرسائل اليوم تحكي عن هذا النشفان وعن هذه نوع من انواع يعني ما بدنا نسميها الكآبه، بس الكآبة بتستمر أكثر وفي لها عوامل كيميائية. بس الجفاف الروحي أن يكون المؤمن منتظرا من الله تدخل أسرع والله بيعطيه قاعد يسقله أكثر. نعم. الذهب لما بدهم يطلعوا كل الشوائب الباقية بحطوه بأعلى درجات الحرارة مشان الانصهار يتم، كل شيء مش ذهب بنحرق. نعم. البوتقة بيسموها بهاي البوتقة، ما بيظل إلا الذهب. فربنا أحيانا كثير بيحب أنه يطلع الذهب الجوهر الثمين تاعنا، فلذلك لازم نتعرض لشوية من الجفاف. نعم أبونا نحن كل عمرنا خاصة نحن اللي بنعتبر حالنا أنه المؤمنين دائما الملتزمين بالتلم. اللي بيصلوا إلى آخره واللي بيقرأوا دائما بشكل مستمر وملتزمين بقراءة الإنجيل، لكن أنت وأنا عم بلاحظ وحكيناها عدة مرات أحيانا كتير نقرأ ومنقلب صفحات بهالكتاب المقدس. بعتبر أنا وضعنا إحنا آن الأوان إنه هذا المنهاج اللي هو الكتاب المقدس خلصنا. فكل إنسان بقولك أنا قرأت الكتاب المقدس مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، يعني إشي بركة إنك أنت تخلص الكتاب المقدس وتخلص هذا المنهاج اللي عليك. لكن بعد هذا المنهاج عادة إحنا في المدرسة بنقرأ الكتب وبعدين نتخرج وبعدين نعمل بما قرأنا ونعمل بما تعلمنا ومنطبقه في حياتنا، فمناش نضلنا طول عمرنا نقرأ. يعني آن الأوان إنه نعمل اللي قرأناه، اللي نشتغل في حياتنا، زي المهندس بيقرأ كتب الهندسة وبعدين بيتخرج بعدين يشتغل في الهندسة، بصير يبني ويعمر. فإحنا بنقرأ الكتاب المقدس نعيشه، بدنا نرجع نطبق اللي حكيناه ونطبق اللي قرأناه ونطبق اللي استوعبناه ونطبقه في حياتنا ونبني ونعمر، زي الطبيب زي المهندس زي المعلم
زي الرسام والفنان اللي يعني اللي بيطبق ما تعلم، بيطبق ما قرأ. فهذه رسالتنا عن الأوان للي أشخاص اللي ملتزمين قراءة يوميا أنه يحملوا هذا الكتاب ويطبقوا كل ما تعلموا وقرأوا في حياتهم، ولا لا يا أبونا؟ نعم صحيح، يبقى الكتاب المقدس حي متجدد. نعم. يعني أنا إلي 30 سنة بقرأ نفس الكتاب، بس صدقيني بالأمان بعدني بتفاجأ بأشياء بتخيل حالي أول مرة بسمعها، يعني بيكون الذاكرة شوي نسيها، وخصوصا العهد القديم يعني برجع له يعني بالزبط. كمرجع يعني بيضلوا هذا الكتاب كمرجع، لكن يعني بحكي انه خلص صحيح طبعا يعني لازم احنا لتقدمنا في العمر وقرأنا وهيك، لكن الانسان الان عليه ان يعمل وان استخدم. يبني وان يرتقي ويشوف هل القراءة اللي قرأها شو عكست على حياته، شو عكست على الناس اللي حواليه، شو عكست على مجتمعه، على كنيسته، على رعيته. فنحن إجا للبرنامج لنهايته، معنا دقيقتين لننهي، معنا دقيقتين لنحيي كل الأشخاص اللي موجودين على صفحتنا واللي بيتابعونا، اللي بعتوا بالتهاني واللي بعتوا كمان أيضا في إنهم استفادوا كتير اليوم من حلقة ومن الموضوع اللي طرح في كمان أيضا دكتورتنا. يا ريت يكون في حلقة خاصة عن النصرانية والمسيحية وما مفهوم معناها، ومن كل من كان يقود النصرانية، فموضوع النصرانية والمسيحية نعم بنعملها حلقة خاصة. وبسام دعيبس كل عام وأنت بخير، شكرا يا أستاذ بسام، وأيضا كل الأشخاص اللي تابعونا منحييكم فردا فردا، منحييكم في هذا الصباح أنا وأبونا جورج شرايحة، ونتمنى أنكم استفدتم من هذه الحلقة من معلومات، وحلقة كانت جدا مميزة مع ضيوفنا أبونا فرح وسير ماري بيير قندح رابط الوردية. فأنا بشكر متابعتكم أنا وأبونا جورج شرايحة، وإن شاء الله منشوفكم الأسبوع القادم يوم الثلاثاء بنفس الوقت الساعة 9 صباحا. فأبونا تعطينا البركة وننطلق بسلام المسيح. نعم صباحكم نور مجددا، ونعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس مع جميعكم، اذهبوا بسلام المسيح. سلام المسيح للجميع وإلى اللقاء. تعبان بهمك عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي رنم صلواتي ليل ومير، محبة وخير صلوات تليل ومير محبة وخير.